أهلا بكم مشاهدينا وجولة جديدة في أبرز أخبار محافظات الجمهورية. وفي هذه الجولة نتابع معلمون مفصولون يحاولون اقتحام مكتب محافظ سوهاج، وذلك للمطالبة بعودتهم للعمل. عشرات العاملين بقناة السويس يطالبون بتعديل مسارهم الوظيفي وتثبيت 50% من العمالة المؤقتة بالصناديق والحسابات الخاصة بكفر الشيخ. نبدأ من سوهاج، حيث استطاعت قوات تأمين مبنى محافظة سوهاج منع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة من قبل معلمين محتجين على فصلهم. وكان المعلمون المفصولون قد نقلوا اعتصامهم الذي بدأوه أمس أمام إدارة سوهاج التعليمية إلى مبنى المحافظة. وينضم إلينا عبر الهاتف سيادة المحافظ دكتور يحيى عبد العظيم محافظ سوهاج. أهلا بك معنا سيادة المحافظ. اهلا بك، اهلا بك. نعم، يعني هل لك ان تعلمنا ابتداء سيادة المحافظ على كيف تبدو الاوضاع الان في محيط مبنى المحافظه بعد محاولات اقتحامه؟ والله ده كان حدث في الصباح، يعني من الساعه 11 حاولوا اقتحام المبنى بالفعل، ولكن احنا اجتمعنا بيهم وقدرنا، يعني في الاخر هو في مجموعه منهم هي اللي عندها مشكله، اللي هي عندها ثبات العمل، وهنحاول نشوف لهم حل ان شاء الله. لكن الساعة 2 كان الموضوع انتهى وخرجوا من ديوان عام المحافظة. يعني سيادة المحافظ، اسمح لي، يعني المواطن أن يصل به الأمر لمحاولة اقتحام مبنى حكومي كمبنى المحافظة، ألا توجد آلية للتواصل مع المحافظة من قبل أبناء سوهاج؟ يعني عندما تكون هناك مشكلة لعدد من الناس أو لفئة من الفئات، كيف يتواصلون مع المحافظة أو مع مسؤولي المحافظة سيادة المحافظ؟ التواصل في الأمور الطبيعية موجود، المكتب مفتوح لكل المواطنين، كل المواطنين بقابلهم بصورة فردية. في تواصل عبر البوابه الالكترونيه للمحافظه، اللي بيحط شكوته على البوابه الالكترونيه بتطبع وبتجيلي وبنفحصها. لكن في مجموعه كبيره عندهم مشكله، يعني تقريبا 740 واحد. امبارح حاولوا، يعني احتجزوا وكيل الوزاره لغايه الساعه 10 مساء وخرجناه بعد الراجل ما تعب وخرج على المستشفى. النهارده حاولوا يكرروا الامر ثاني مع المحافظه، وتدخل الامن يعني كده على الساعه 11:30 جه الامن واجتمعنا بيهم في الديوان، وان شاء الله في المشكله بطريقه للحل. يعني هل لك ان تطلعنا على كيفيه حل مشكله هؤلاء؟ هو الحقيقه يعني المشكله ان هم كان في حاجه مسابقه اسمها اعاده تشغيل قبل انا ما اجي محافظ. انا محافظ من الحركه الاخيره من 5/9/2012، وكان في بعض الادارات شافها بعض يعني المشكلات، كان في ناس يعني اتعمل لها عقد بدون وجه حق، وكان المحافظ السابق احال المجموعه القائمين على العمل للنيابه العامه. بعد ما جيت انا المجموعه المحاله للنيابه العامه وقفتهم عن العمل، وكان طلب النيابه ان احنا نفحص العقود دي بتاعتهم النيابه الاداريه، فاحنا ابتدينا بالفحص من خلال هذه العقود، شكلنا لجان، واللي ثبت ان اوراقه سليمه طلع قراره واتعمل له عقد مميز بيسموه. ففي مجموعه ما زال الورق لم يثبت صحه وجود سابقه العمل ليهم، او اللي مالوش سابقه عمل خالص. فاحنا اللجان احنا طلعنا قرار ان هم موجودين على راس العمل، وهيتم فتح باب التظلمات، واللي هيثبت لنا ان هو كان شغال هيتعمل له عقد اسوه بزميله. المشكله في اللي ما عندوش سابقه عمل او اجل سابقه عمل مزوره. شكرا جزيلا محافظ سوهاج دكتور يحيى عبد العظيم، كنت معنا عبر الهاتف. وما زلنا مشاهدين في سوهاج، حيث نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة دورة تدريبية لأكثر من 200 رائدة ريفية، وذلك لتأهيلهن للقيام بنشر ثقافة المشاركة السياسية بين ربات البيوت وفتيات القرى والنجوع. شارك في برنامج التدريب عدد من أساتذة الجامعات والحقوقيين. ومعنا عبر الهاتف الأستاذة عبلة الهواري، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج. أهلا بك معنا أستاذة عبلة. أهلا وسهلا بحضرتك، وكل سنة وسيادتك طيب. وأنت طيب يا فندم. وكل سنة وسيادتك العام الجديد، يا رب طيب. مصر تكون مستقرة وهادئة. آمين. أبدأ معك بالأهداف الدورة التدريبية أستاذة عبلة، ما هي؟ والله هي الدورة التدريبية أصلا عن المشاركة السياسية،
للرائدات الريفيات، لان حضرتك عارف ان الرائدات الريفيات المنتشره داخل نطاق القرى يمكن اقدر على الدخول في الكتله السكانيه علشان عمليه التوعيه بالنسبه للسيدات في المشاركه السياسيه. فالدوره التدريبيه كلها للرائدات الريفيات. كل ما يتعلق بالمشاركه السياسيه سواء المفاهيم مشاركه المشاركه السياسيه اللي هي بتبقى مرتبطه بالحكومه، مرتبطه بمؤسسات الدوله، مرتبطه بنظام النظام الرئاسي لو كانت عمليه الانتخابات او نظام برلماني او نظام مختلط. في ورش عمل، في محاكاه، برضه بتكسب بعض المهارات للرائده الريفيه علشان تقدر تنقلها للكتل السكانيه اللي انا بقول لحضرتك عليها زي مهارات الاتصال. استاذ عبله، يعني اهميه هذه الخطوه بالنسبة لنساء الريف، نساء الريف في الصعيد تحديدا، ما أهمية ما تقومون به الآن؟ لا حضرتك، بالنسبة للريف كتير، احنا متفائلين جدا. يمكن سيادتك بالنسبة للجان الانتخابات رصدنا المرأة داخل نطاق القرى كانت بكثافة عالية جدا جدا في عملية الاستفتاء بالإدلاء بأصواتهن أو في عملية الانتخابات البرلمانية اللي كانت قبل كده. احنا بنقول بننشد ان تكون المراه ليها دور في اللي جاي في قانون الاداره المحليه، في انتخابات الاداره المحليه بجميع مستوياتها. شكرا جزيلا استاذ عبله الهواري، مقرر فرع المجلس القومي للمراه بسوهاج، كنت معنا عبر الهاتف. وما زلنا مشاهدينا مع محافظات الصعيد وتحديدا اسيوط، حيث تفقد المحافظ سوق الباعة الجائلين بمنطقة الحمراء بمدينة اسيوط، وقال المحافظ انه سيتم تطوير وتوسعة السوق ليتسع لاكثر من 200 بائع. وينضم الينا عبر الهاتف امين عام الغرفة التجارية باسيوط الاستاذ عاطف يوسف. اهلا بك استاذ عاطف معنا. اهلا وسهلا بحضرتك. نعم، ما هي التطويرات التي تعتزمون القيام بها بالنسبة لسوق الباعة الجائلين استاذ عاطف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اولا في اسيوط من 2003 بنحرص على ان اسيوط مدينه اكثر جمالا، وفي اطار هذا الشعار قمنا باقامه اسواق الباعه الجائلين في اماكن مختلفه في نطاق مساحه اسيوط، في نطاق مدينه اسيوط ومراكزها. انشانا سوق على مساحه 3000 متر مربع يسع حوالي 400 باعة جائل. وفي الزيارة الأخيرة للسيد المحافظ اللي هو يحيى كشك، الدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط، لسوق الباعة الجائلين بشارع التحكم المركزي، أدى بضرورة تسكين هؤلاء الباعة على الأماكن المخصصة لهم في مدينة أسيوط، حيث القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين. السوق ده يحتوي على 282 محل وعدد 260 باكيه بإيجار رمزي للباعة الجائلين، 100 جنيه للمحل و75 جنيه للباكيه. طبعا الغرفه بتتكلف الاناره كله. السوق ده جميل، مرافق من مسجد و10 دورات مياه ومحلات مجهزه بالاناره ومخصصه لكل طب يعني استاذ عاطف خليني اسال حضرتك، فكرة الأسواق المجمعة هل بتقضي على فكرة الباعة الجائلين العشوائية اللي بتكون منتشرة في الشوارع الرئيسية كما نرى في بعض المحافظات الأخرى غير أسيوط بالفعل؟ السوق بحوالي 200 باكية جديدة أخرى لتوطين الباعة الجائلين، لأن مشكلة الباعة الجائلين صداع مزمن في رأس محافظة أسيوط، سبب البلطجة وسبب كل شيء وسبب المشاكل وسبب النظافة في محافظة أسيوط. تمام، شكرا جزيلا، أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عاطف يوسف أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط، كنت معنا عبر الهاتف. وننتقل بكم مشاهدين إلى الأقصر، حيث لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بمركز إثنا أثناء قيامهم أو بأحد المراكز أثناء قيامهم بحفر بئر لمياه لري الأراضي الزراعية. وأفادت التحريات الأولية أن البئر الذي حفره القتلى بقرية توماس انهار عليهم أثناء وجودهم بداخله، ما أدى إلى مصرعهم على الفور. ينضم إلينا عبر الهاتف من الأقصر الصحفي حجاج سلامة. يعني حجاج، هل لك أن تطلعنا على تفاصيل هذا الحادث المأساوي؟
هؤلاء المواطنون يقومون باستشراف وزراعه بعض الاراضي. البئر الاولى التي كانوا قد قاموها جفت مياهها او قلت، فارادوا حفر بئر اخر. اثناء قيامهم بحفر البئر انهارت عليهم الاتربه ولقي الثلاثه مصراهم. بالفعل كان منظرا حزينا وكئيبا في قريه تومس وعافيه وقريه النمسا والقرايه، كل قرى اسمها. حجاج، تم استخراج الجثث حجاج ام لا؟ يعني حتى هذه اللحظه هناك منذ قليل كانت عمليات محاوله انتشال الجثث الثلاث مستمره، الى الان لم نعرف ما اذا كان قد تم انتشارهم بالفعل، لكنني كنت اتابع هذا الحدث منذ قليل ولم يكن. كانت هناك شكوى من المواطنين ان هناك تاخرا للتدخل مسؤولي مجلس المدينه او الدفع بمعدات او نعم يعني لذلك. فهناك خبر اخر اود ان اشير اليه استاذ احمد، هو ان هناك عشرات المواطنين الغاضبين في منطقه ابو الدود في مدينه الاقصر قاموا اليوم بإغلاق طريق شريط السكك الحديدية، أشعلوا النيران في كاوتشوك، وضعوا طوبا وحجارة بعد أن علموا بأن هناك قرارا صدر بإغلاق مذنقان أبو الدود ومنعهم من المرور عليه نظرا لوجود كوبري علوي أعلاه. المواطنون طلبوا باستمرار المذنقان، كان هناك تدخل من مسؤولي المحافظه ومن الاجهزه الامنيه اللي هو احمد ضيف شقر مدير امن الاقصر الدكتور عزت الشعب محافظ الاقصر، كان هناك حوارا مع المواطنين ووعد بارجاء تنفيذ القرار والتفاوض بشانه وجرى فتح طريق السكك الحديديه مجددا. شكرا جزيلا حجاج سلامة، كنت معنا من الاقصر عبر الهاتف، وما زلنا مشاهدين أيضا في الصعيد تحديدا مع آخر محافظة من محافظات الصعيد في جولتنا اليوم، تحديدا المنيا، حيث نظمت رابطة الصحفيين والإعلاميين وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان عام المحافظة، وذلك احتجاجا على ما قالوا إنه اعتداءات متكررة على الصحفيين والإعلاميين أثناء تأدية عملهم من قبل أفراد الشرطة أثناء ما يعرف بأحداث أبو هلال. ومعنا عبر الهاتف من المنيا الصحفي حسن عبد الغفار. حسن، يعني ابتداء كيف تبدو الأوضاع الآن أمام مبنى عام المحافظة؟ الأوضاع الآن قد انتهت الرابطة من الوقفة الاحتجاجية التي قامت بها عصر اليوم احتجاجا على الاعتداءات التي لحقت بعدد كبير من الصحفيين اثناء تأدية عملهم وتغطية المظاهرات التي قام بها افراد الشرطة وعدد من ضباط الشرطة التابعين لمديرية امن المنيا في عقد احداث مقتل احد الضباط التابعين لقسم شرطة المنيا في منطقة حي ابو هلال جنوب مدينة المنيا، حيث ان هؤلاء الصحفيين كانوا قد توجهوا الى هذه المسيره التي خرجت من امام قسم الشرطه متوجهه الى حي ابو هلال، واثارت كثيرا من الرعب والذعر بين نفوس المواطنين، حتى ان عدد كبير من السيارات والدراجات البخاريه قد اصابها بعض التلفيات بسبب الهجمه الشرسه التي قام بها افراد الشرطه على من اطلقوا عليهم انهم الذين قاموا بقتل هذا الضابط. كان الصحفيين قد قاموا بهذه التغطيه الا انهم فوجئوا بقيام عدد من افراد الشرطه او البعض منهم بالتعدي عليهم واخذ كاميراتهم وتفاهه واخذ موبايلاتهم التي كانوا يقومون بالتصوير بها، فما كان من الصحفيين الا ان تقدموا ببلاغ الى النائب العام، بالاضافه الى انهم اليوم قاموا بعمل رابطه وقاموا باشهارها، رابطه سموها رابطه الصحفيين والاعلاميين بمحافظه المنيا، وقاموا باشهارها ونظموا وقفه احتجاجيه امام مبنى محافظه المنيا احتجاجا على الاعتداءات التي قررت
وقت من قبل أفراد الشرطة حتى إذا لم يكن هناك وقفة احتجاجية لهم، رغم أن الإعلاميين في محافظة المنيا يتضامنون تماما مع مطالب الأفراد التي يطالبونها دائما ويقفون بجانبهم، إلا أنهم فوجئوا بوجه آخر من قبل أفراد الشرطة أثناء تغطيتهم هذه الأحداث. طيب يعني حسن يعني حسن أخيرا فيما يخص أحداث أبو هلال الحسن، هل تم التحقيق مع أفراد الشرطة الذين قاموا بالاعتداء على بعض السيارات أو بعض أهالي المواطنين؟ حسن لو كنت تسمعني. نعم يعني كنت أسألك حسن عن هل تمت إجراء أي تحقيقات فيما يخص اعتداء بعض أفراد الشرطة على أهالي أبو هلال؟ اليوم تواصل نيابة بنجر المنيا التحقيق في هذه الواقعة التي قام أفراد الشرطة أو الأمن بالمحافظة بتقديم 9 متهمين، وأضاف أن هناك 2 آخرين سوف يتم مطاردهم وتقديمهم إلى النيابة. النيابة تواصل التحقيق واستدعت عدد من ضباط الشرطة لسماع أقوالهم في جلسة عاجلة من أجل تحديد الجني في أحداث. شكرا جزيلا حسن عبد الغفار، كنت معنا عبر الهاتف من المنيا، وننطلق بكم مشاهدينا إلى محافظات القناة وتحديدا من السويس، حيث بدأ فرع المجلس القومي للمرأة دورته التدريبية بعنوان المشاركة السياسية للمرأة والتي تستمر لمدة 3 أيام. وقالت فوزية عبد الله مقررة المجلس بالسويس إن الدورة التدريبية تشمل آليات المشاركة السياسية للسيدات وإدارة الحملات الانتخابية وقياس الرأي العام الانتخابي. ومعنا عبر الهاتف من السويس السيدة فوزية عبد الله مقررة المجلس القومي للمرأة بالسويس. أستاذة فوزية، ما هي تفاصيل الدورة التدريبية للمشاركة السياسية بالسويس؟ هي بالنسبة للدورة طبعا دورة عن المشاركة السياسية للمرأة والتي تعتبر مؤشر على مدى التطور الديمقراطي في البلاد، واستهدف هذا النشاط التدريبي عدد من القيادات النسائية والقيادات الشبابية لتمكينهم من المشاركة في المجالس التشريعية المنتخبة، وكذلك تدريب أعداد من النساء لزيادة وعيهن السياسي وتعميق وعيهن بقضايا المرأة، كما أعداد عدد من القيادات النسائية يمكن الإسهام في التوعية السياسية. الدورة التدريبية بتشمل مجموعة من الشباب ومجموعة من الشابات وبعض النشاطات السياسات من مختلف الأحزاب في داخل محافظة السويس، وكذلك النقابات العمالية والنقابات المهنية، كذلك عدد من مديرية الشباب. يعني أخيرا أستاذة فوزية، هل الدورة علاقة بانتخابات مجلس النواب القادمة؟ طبعا هو التدريب بيشمل كل جميع المجالس البرلمانيه المنتخبه سواء القادمه او بعد القادمه، وده يتوقف على اعداد المراه نفسها انها تكون قادره على خوض الانتخابات القادمه. نعم شكرا جزيلا الاستاذه فوزيه عبد الله مقرره المجلس القومي للمراه بمحافظه السويس. و نتجه إلى الإسماعيلية، حيث نظم صباح اليوم العشرات من العاملين بهيئة قناة السويس من الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء فترة عملهم، نظموا اعتصاما محدودا أمام مبنى الإرشاد الخاص بالهيئة احتجاجا على تأخر الإدارة في تعديل مسارهم الوظيفي. وقال المعتصمون إنهم حصلوا على وعود منذ فترة بتلبية مطالبهم إلا أنها لم تنفذ حتى الآن. وقد فضل عاملون اعتصامهم بعدما التقى وفد منهم مسؤولا بإدارة الهيئة ووعدهم بتنفيذ مطالبهم. ومعنا من الإسماعيلية الصحفي يسري محمد. يسري، هل يعني أطلعت على نتائج ما جرى بين وفد العاملين ومسؤولي هيئة قناة السويس؟ نعم أحمد، بالفعل اللقاء تم اليوم بعد أن أعلنوا اعتصامهم أمام مبنى إدارة هيئة قناة السويس، وهو المبنى الرئيسي الخاص بإرشاد السفن بمحافظة الإسماعيلية. وتم الاتفاق على أنه سيتم عرض جميع مطالبهم خلال لقاء يتم عقده مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس يوم الثلاثاء الماضي. سبب إعلان أو تصاعد حدة الاحتجاجات من جانب العاملين هو أنه كان من المفترض أن يتم عقد لقاء اليوم بينهم وبين إدارة هيئة قناة السويس، ولكن نتيجة زيارة السفير السعودي إلى إدارة قناة السويس تم تعجيل هذا اللقاء، وهو ما أثار غضب العاملين الذين أكدوا
بأنهم قد حصلوا على وعود أكثر من مرة بأنه سيتم تسوية مؤهلاتهم الوظيفية، إلا أن هذه الوعود يتم المماطلة فيها، وبالتالي هم أكدوا بأنها الفرصة الأخيرة هو يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيتم عقد لقاء بينهم وبين إدارة قناة السويس للاتفاق على طريقة تسوية هذه المؤهلات. إذن يسري ننتظر للثلاثاء القادم حتى نعلم منك تطورات الأمر. أشكرك شكرا جزيلا يسري محمد، كنت معنا من الإسماعيلية. وننتقل مشاهدينا إلى البحر الأحمر، حيث أصدر المستشار عبد الله عبد العزيز الشاذلي المحامي العام لنيابات جنوب سيناء قرار بحبس ضابط الجيش الإسرائيلي الذي تم القبض عليه أمس في مدينة طابة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وقد وجهت إليه تهم التسلل بشكل غير مشروع والتخابر وتصوير مناطق حيوية. ومعنا من هناك حمادة الشوت. في حمادة، ما الجديد لديك بشأن هذه التحقيقات؟ أحمد، الجديد في هذه التحقيقات أن الصحف الإسرائيلية والمواقع الإسرائيلية قالت أن المواطن دخل بطريقة شرعية، ولا زالت تنفي أنه جاسوس تابع للموساد الإسرائيلي. لكن النيابة العامة هنا في جنوب سيناء برئاسة المستشار عبد الله الشاذلي المحامي العام قد أصدر قرارا صباح اليوم بحبس المتهم أندريا 24 سنة من المقيمين في تل أبيب 15 يوما على ذمة التحقيقات. أحمد، هناك لبس بسيط في بعض الأمور الخاصة بالتهم الموجهة لهذا الجاسوس الإسرائيلي. كما يقول هناك مصادر قضائية أكدت بالفعل أن النيابة العامة وجهت له تهمة التخابر وتصوير منشآت حيوية وجمع بعض المعلومات عن أحوال مصر الاقتصادية، ولا سيما الأحوال شبه جزيرة سيناء، خاصة أن هناك شهود عيان من أهالي جنوب سيناء من البدو هم من قاموا بإخطار المخابرات العامة وأجهزة الأمن في منطقة طابة بأن هناك مواطن إسرائيلي يقوم بجمع المعلومات وأنه دخل بطريقة شرعية. أيضا هناك مصدر قضائي أكد لنا آخر أن التهم الموجهة له حتى الآن هي التسلل، لأن المواطن الإسرائيلي أو الجاسوس الإسرائيلي لم يتم معرفة هويته حتى الآن، لكن أؤكد أنه ما زال محبوسا رهن الحبس الاحتياطي في قسم شرطة طابة، ولن يتم الإفراج عنه إلا بعد تأكد من هويته، هل هو تابع لجهاز الموساد الإسرائيلي أم أنه مواطن إسرائيلي جاء بطريق التسلل بطريق الخطأ إلى شبه جزيرة سيناء. السفارة الإسرائيلية في القاهرة لم تتحدث بشكل أو بآخر عن هذا الموضوع حمادة حتى الآن؟ حتى الآن السفارة الإسرائيلية لكن هناك لم تتحدث عن هذا، لكن صحيفة يدعيوت أحرروت قد أصدرت بيان منذ قليل قالت فيه أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تقوم بالاتصال بأجهزة وزارة الخارجية المصرية تمهيدا للإفراج عن المواطن الإسرائيلي الذي ألقي القبض عنه. وقالت أيضا في ذات الموقع أو في ذات الصلة أن هذا المواطن لا يعمل جاسوسا وأنه مواطن عادي من أهل إسرائيل. شكرا جزيلا الصحفي حمادة الشواتفي، كنت معنا من جنوب سيناء. في الأيام القادمة بالطبع سنتابع هذه القضية لحظة بلحظة. وننتقل أخيرا إلى شمال سيناء مشاهدينا، حيث التقى المحافظ اللواء السيد عبد الفتاح حرحور المسؤولين بالإدارة المركزية للأقاليم التخطيطية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالتخطيط العمراني لمدينتي العريش ورفح. ومعنا عبر الهاتف المهندس محمد بديع مدير إدارة الأملاك الدولة وتخطيط العمراني وأحد الذين حضروا اللقاء. أهلا بك باشمهندس محمد معنا. نعم، من الواضح أن انقطع التواصل بيني وبين المهندس محمد بديع. مشاهدينا، بهذا الخبر من شمال سيناء نكون قد انتهينا من جولة الأخبار. نشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة، في أمان الله.